تحاصرك السماء بالجمال، وبعد أكثر من قرن عيون الجميع ستترقب لحظات مميزة من هذا الجمال. فعلى عكس العادة وبتناغم آسر سيمر القمر بين الشمس والأرض ليشكل لوحة آسرة نجومها أجرام ثلاثة على استقامة واحدة، لتشهد عيوننا دهشة كسوف الشمس. وإذا كنت في مسار مرور ظل القمر فستملأك الدهشة وأنت تشاهد القمر يحجب قرص الشمس ليشكل خاتماً سماوياً بديعاً. افسح المجال لقلبك ليستمتع بالجمال، وترقب الحدث مع أصدقائك في صباح باكر وجو شتوي معتدل يبهج ربوع عمان. حدث مميز يستلزم منك الحذر لتستمتع بجماله، فالنظر المباشر للكسوف قد يؤذي عينيك، وباستخدامك للأدوات الآمنة لرؤية الكسوف فأنت تحمي نفسك وتبهج عينك. ولأن كل شيء يحلو بالمشاركة، فإن الجمعية الفلكية العمانية تقيم مع شركائها مخيمات وفعاليات الرصد الجماهيري لرصد الكسوف في مختلف محافظات السلطنة. الكسوف الحلقي، ظاهرة لا تنسى.